هيدا صوت للكورفيت سي 7 جديدة واشنطن دي سي وداون تاون دي سي ورانا. وصلنا على الهاي واي بأمريكا بيعرفوها باسم ستينجري. بتعرفوا هالاسم ما عندهم كوبي رايت عليه وين ما كان بالعالم. ايكونيك كار بالشكل شفتوها طوال الريبورت. صار وقت نجربها سوا. ما زلنا على الفري واي. خلينا نحكي عنها. اول شيء نعطيكم انطباعنا بالقعده بداخل السياره. فيري ماتش درايفر اورينتد كوكبيت. يحضنكم كثير منيح. كان عندهم كثير ملاحظات بالماضي على كيف كانت من جوا الكورفيت وحتى السيارات الامريكيه بالاجمال. هون عندنا ايه هيك بيعطيكم الانطباع انه حضنكم انسترومنتس كلهم حواليكم. دايت كلاستر بالنص مميز جدا كومبليت. عندنا بهالنوب التحكم بين التورينج. عندنا دايلز عاديه انالوج اكيد هن ال سي دي بس بيعطوكم هذا الافكت. بعدين نروح على سبورت بصير تراكشن كنترول اوف. وفينا نروح على المانوال شيفتنج مع هون البادلز من الستيرينج. حتى الغيار بصير اسرع. والماجنتيك رايد كنترول كمان بيخلي السسبنشن سياسه مشان يكون عندنا ستيفنس اكثر. واذا بدكم تروحوا على الاكستريم بتروحوا على التراك. هون صار في عندنا فل جي تي كار ديسبلاي. يعني بتعرفوا كورفيت بتشارك بكذا ديسبلين من الامريكان لومان سيريز ل 24 ساعه لومان لكثير سباقات على التراك. هون في عندنا بصير الفوكس اكثر على الار بي ام. السرعه اقل. الجيرز بصيروا اكبر. شيفتنج اسرع. والسسبنشن اكيد كمان بتصير اقسى. بهالسيارة في عندنا هيد اب ديسبلاي. كل شيء بتشوفوه على الانسترومنت قدامكم عندكم اياه كمان على الويندشيلد معكوس. مقود اصغر. اذا بنعمل كومباريزن مثل ما هن عملوا عن جنرال موتورز بين هالسيارة وبين اقرب منافسة لها يلي هن بيعتبروها التارجت تبعهم. حطوا الهدف تبعهم البورش 911 كاريرا اس 400 حصان. هون السيارة عنا إياها أوطى أعرض تقريبا نفس الطول. الويت ديستريبيوشن 50-50 على المحاور بين قدام وبين ورا. شغلة مهمة إنه السايق جاي أكثر للمنطقة الخلفية. الشيء اللي بيعطي كمان وزن المنطقة الخلفية أكثر. استعمال كاربون فايبرز بالسقف اللي هو كمان كونفرتبل ما تنسوا بتصير السيارة توبلس إذا حبيتوا. كمان البونت الغطاء الأمامي من الكربون كمان من الألياف. عندنا نوع من ميكستشر بين الالومنيوم بودي فريم وكمان دخول الكومبوزيتس عليه. سموه نانو كومبوزيت بالديزاين. شاشه اكبر. تحكم طبعا بكل التدفئه والتبريد. الكراسي كمان هن مدفئين ومبردين. وفيكم تطلبون كمان الجي تي سيتس باكت اكثر مع فتحات للبلس اعرض وكاربون كمان. ستيتشنج بالاحمر. بتعرفوا بهالسيارة في عنا ستاندرد كار الكورفيت العادية سي 7 وعنا كمان الكورفيت زي 51 باكج. سيارة بيجا عليها تعديلات بعد أكتر. سبويلر خلفي أكبر. تيونينج بالمحرك. كمان نظام تعليق مشغول بشكل مختلف. حتى دراي سامب لابريكيشن تزييد بشكل مختلف كمان للمحرك. شوية أوبشن عندكم أكتر تدفعوا حقهم ولكن بيعطوكم كتير أدد فاليو. حلو الكورفيت الجديدة. خلينا نحكي بصراحة، في كثير ناس بيقولوا إنه أنا أمريكان كار ما عندها يوروبيان فيل. هاي السيارة عندها يوروبيان فيل. هاي سيارة بس تشوفوها ماشية على الطريق بتجذبكم بغير شكل. عندنا هالأربعة إكزوست رينجز برا بخوفوا وصوتهم كمان بخوف. إتس تو سيتر طبعاً سبورت كار. بده يكون عندكم غيرها إذا عندكم عائلة. شوفوا الغيار قديش صار سريع. كمان بالزي 51 في عنا الاي ال اس دي وهو الالكترونيك ليمت سليب ديفرنشال. ليكون في عنا كل التور مشغول ومنعطى كله بالمحور الخلفي وموزع مظبوط. تماسك افضل. كمان اذا بدكم تروحوا بقياده رياضيه بيعطيكم كثير ادفانتجز. التبريد كمان بهالباكج كمان بصير افضل بالسياره مع زي 51.
في شغلة لازم نذكرها، انه التورك بهالسيارة بين 1000 و 4500 هو قد التورك ماكسي بالجنريشن اللي قبل مع محرك LS7. يعني حسننا كثير العزم بهالسيارة. وما تنسوا انه الكورفيت هي اخف للكاميرو، يعني عم نحكي بال 1400 كيلو مع كل هالقوة تقريبا 4 كيلو بكل حصان ريشيو، which is very very good لهالسيارة. لازم نذكر كمان انه بالديسبلاي في عنا جي فورس كمان، بتعرفوا قديش بتوصلوا بهالسيارة يلي قادة توصل لل 1.08 عمو عطفات. والتراكشن كنترول فيكم تنقوا اوف او اون مثل ما انتم بتكون بوسط النوب، وبهالسويتش بتعملوا تيلت داون لسكرين لتوصلوا على USB بورت يلي مخليله اكيد فيكم تعملوا ابلود لكل الموسيقى بتحبوها على الهارد درايف يلي موجود بهالسيارة، بالاضافة كمان لامكانية انه تحطوا شيء بالمنطقة الخلفية ورا سكرين. مقعد بهالسيارة قطره اصغر بيعطيكم فيلينج اكتر انه هي رياضية، وكمان بيساعدكم خلال عمليات التفاف من خلال هالشاشة. عندكم نافيجيشن سيستم، كمان سيتنجز تليفون، الاوديو، الاير كونديشنينج، وكمان التحكم بصوت هالكورفيت، بوز ساوند سيستم من عدة سبيكرز. وانتبهوا لشغلة مميزة جدا وهي نظام الاير كونديشن اللي هو سبليت طبعا دول زونز. السيء بيتحكم من هالنوب، اما الراكب الامامي ليكو ديسبلاي حرارة عنده ومن وين بيتحكم هو. خلينا نشوفها الكورفيت باجواء واشنطن والسابربز، ضواحي عاصمة الولايات الامريكية المتحدة، ونشوفها كمان بشوية فوتج مشاهد تم تصويرها لهالسيارة يلي هي جديدة بالكامل، ويلي ما رح فوت اكيد بتعداد الاوبشنز من ايرباكس ومن نظام سمع مميز ومن كل هالتفاصيل واللي كله صاروا ورانا. بفتكر الاساسي حطيتكم باجواءه. خلينا نتابع سوا تجربتنا بامريكا لشيفروليه كورفيت 2014.